انا لما قمت يا رضوان من جنبك قلت لك يلا هم مشوا. تمام يا باشا؟ تمام مشيتنا؟ في حد جوه تاني؟ اتفضل. هو هتعدي ولا حاسب عشان في بير؟ نعم في بير. انت مالك بتقولها بقلب جامد كده ليه؟ مفيش حاجه جوه؟ طيب كويس يا العبود، خد الترايب. اترتوا عليها ازاي دي؟ دي مني صح دي؟ ويصوروه برضك، وهو مش هو اللي مطلع الحاجات دي. صح، هو على فكره الوزير ينزل تحت. قال له خلاص، عشان الباب.